على جار وحا على جار قبل البحر طوه يلا دراوي ميسان شفته اهو انا واحنا يوري وداك حاجه ايه محو حاجه او جسو تجي سيدك كل ور هذا نين كان قرن جي 19 اديب امده ان راعدو اي ملها ربدي او هلكا جوجه او واخ وي غاله ورقده لا قرقرنيا مركو جراد علي ورقده او قدر انجليزك او يري واخا وي نين كان عيدن بيغ دح سميسنيا من او غلي اي قاويه اي بقردي بري لا خيلري واه واستغاشين واحد تدي غادين بدري ميلا كما قربو غاو جامع با واخا كو قرب حقي نحن من إيه بهجري إيه نينك تمالك أها إيه أديك كل دجان كأها إيه الإكسيدين إيه وحويين إيه عفر لبعضها أنت عسي إني وحويين عدد كبابي إيه رجل بعض ويا كون يا سجالك بقول وحي كدم بيجي إيه كودي جرى تامع جرى العلم هل كان سكوت تجي ما أنت هل كي كسي أم بقادي ربطها أو حويين لنا جرى بس سوالات مردم به واحد مشقي به واحد مشقي مثلي سببتهم حياة واحد فرق ساسة ما يسون وسوت تجي ودم كيسو يمدي مركي شركة سيقول عيب وسوت تجي سوق عندي حكومة تريتشر لكن هذا أدب على سوق هذيك سده وسوت تجي تاريخ ده بوقي كو قرن تاعي أنا بوقي تاع عن قرني يكو إنجليز ك يكو يوكل إذا ما استعملنا كلية عندي إن إلين كش كات كو قرتين بس بوقي الله بيا صدنات بس هاي سوق محاكو قرن وحاكو قرن وتجي فهو قادين بقى جبيه سيد حرم الناصر محمد احنا حال بليل قبل سيد حرم الناصر وعلى صار راي دار بلايو بعانا لوغو دسي وعلى لوغو على مشروبي حتى مركو حجر وامانيو استيل كوبي 8 كيلو شيخ ايميش السعودي او يساقو كتشر عيد كتشر مكمله لكن هلكا سامي الحرم ما قادين كون يا سغالكي بقول ايه كوك دي بشي ابريل افر يلا بعد تلك الدنيا دقال وينه وحو قلي اثيوبيا حرشيد الكسوع العنسو انا قدين شرس بارونا بوغا او جامع معاكو قرن مركا عيدنكي ابو تل اوغو بدنابو بوقرتي كديب دول باهنتي اي هرتغي او سو كريبي سو لاي انجليز كي ور كبخيره وعلي نينكي ودنكي سي متغي وانا قبائل بلاران عيدن بور قرنيا هو اسلا بوغا معاكو قرن قوري دبا قلال كي ليدا انو بوقر ملي انجليز كو ودري او نينكي غاد انجليز نا انو سو فيري ادو واسكو اويس انا واتار كو حكا لهلينا ان سداس بوقر ملي نو 307 نين او حبشيه حبشيه او كو سو ديرو دو حد ايرغي سو راعي سيد كون أوغين بيل سيد كون أوغين بيل محمد سبيري انتهى الشيء فردولي دي معيلة كرع ليس لبوغة كورتي بيل فردولي بحال كاكيش هاي وحاي كفرتين سدح بقول او قولي او يري ربا كلية ايا لا بقول ايا تضباطا لا بقول ايو ايا إيه لا بقولي او واوينو قرلي جان كين قرلي انت بيش عسي مكاك عانتا كولك تي فعد اسمي اذا مضى ريراه وحال كوكا لو قرتي هوب حاكو قرنبوغة سدح يتبنك قري هو وين هو ري ان مكاهيل كينين سدح يتبنك كو خيغي محمد سبير كينين سدح يتبنك كو خيغي بهجر كينين سدح يتبنك كو خيغي عبد الله كينين من سدح يتبن قري جف اول با ان لو قري اوغادين انت سيد كو هايستا ماركا انت سير على سويري سدح دبا قول اي قري اي عاد هشين يو تدباتك غرلغان باي كان بردمي بارو غدوسي بو غاي كو قرنت هاي كاك دا هو انا قاعد على قري انت مركو سميين ciciga waa tuu dagaalkii boqor milig markii ragga laga laayay weerar caadi soo qalay herar buu soo fadhiistay ciciga dagaalka bilaabmay kara barba dagaalkii 1900 bishii abriil 12kii halka laga bilaabay dagaalada dabaqay ayaa dhig jibiyay habashi dambe oo boqor milina waa tuu dhintay markii dambe oo dir ilaahay u dhintay markuu dhintana la jiyay azuu oo muslima dawladda afkan bii sayid ku dawan uu kaga saxday siixay kusii yidhi meesha rartid iyo meel kale iyo gaalay ciddaad u socotay ingiriiska saydku muxuu u diray markuu xabasho ku duulay warqad idinka idin ma soo socdo warkay hartay nin sheegayna waa been dagaal idin ma gelin markuu soo taa wuxuu diiday isagoo jijiye ka dagaalamay dhabarka ingiriiska ka yimaado warqad diba hadda taala baraa bulshada dhex taala meel qof kasta haye haye maxaa dhacday marka soo laabadkii la jiyaasu markii uu yimiday wiilkii boqor maxamed cali oromo uu dhalay wuxuu waa inaa taariikh haysa sayid أول عدنا كبقاني مر هذا وذا ذا يدين أنا إلى كيني أنا ما أنا قال لي أدرك لي تنا هان ماي فاول على إيمتي لا بع علي اسمي ودين وحميش أنك اسمي يبو كل يوم مركي مدا عارين تمشي لو قبول على كذا حكى سما يسال الله عرض والله قبض كل نعم وح على راي سيد ديري يعود خيري على راي كم ذا بار سنة كم ذا هيد هذا بقى ما يحدد لسمي حكومة رياه إلا هو قبصني قبل يدي وكو قبصني ب ب بعد انتو حاجة تشوفوا حبشي اللي دقال ما ينبوه وقعانو كو دورو قرر سمى الدلكي سيكا عرر دور اهان تريا ديح دي نقال ايا دوح دي نقال ايا تكبقى دور وينو هي دو فلالة
goortaan calaad u la daajinay duljoogii badnaaba eriyay iyo dooyadii faras dida oo fakade waa waxay diru lahaayeen kala dide fininki sidii dheere iyo cawi subhanallah durdurkii dareentii ma galo deebluhu dhaqay daaraan ka simay ceelashii dareeda weyna waye daaraha uu ka simay anaga dhul daray leemaba degne goob kasta iyo ceelgaab iyo daaraha uu simay maanta markii la yidhaahdo qalax laga hadlayo ma meeshu ismaaciil dhira fadhi jiraya maya xaruntii sayid baa la yidhaahdaa marka laga hadlayo midhashi ma waxaa la yidhaha meesha ismaaciil maray xaruntii ismaaciil maray maya xaruntii sayid ayl marka laga hadlayo ma waxaad ma jeertay may kula qaataan ismaaciil maray deganaan jiray maya may gaadi ku shaqada ku midaydan anaga adoonsanay ma jeertay anaga halkaa degnay fiiri adiga marka haddaan annaga wixii sayid uu sameeyey naloo yaqaana fiiri geel baa la dhacayaa geeli sayidka marka la dhacay baa lagu leeyahy daba ole xitaa miinan le amba miinanlaan ugu jeclaa maalinta aan dhaqay gurigii la geeyaba haddaanan gaasdan ku afuufin geeli liyadii haddaan lagu guraa baasin haddaan lagugu guban lagugu guban oo lagugu ololin haddaan guba ku maari haye fiiri waxaan ku haynaa say fakti u yihiin ma nin iyo cooliisaa loo dhexeeya macnaha taariikhdi yaa ku xusan weyi haddaadan adigu shaqeeye ahayn ama askar ciidan aadan ahayn askartu way dhimataa maalin walba laakiin madaxweynaha baa soo haday hadda maanta canfarta maanta hadday nin boolisku baabi'iyaan dukun daakun ka dhigaan war xitaa abaanduula gafaydhi haddaan ku sheegaya ma soo hadhayo magax ma samaynayo okay maxaad hadi doonta qarniga dambe madaxweynihii waxaa weyaan xilligaas taariikhdu markii ay ahayd ku noolaa qasriga jigjiga deganaa mustafa cabjir markii uu baabi'iyey hay tu kalaan ku tusaya cabdi maxamed cumar shali haaf maryan oo ramaa buu dili qof kale jidwaaq baa madax ahaa ogaadeenka kalaa madax ahaa wax kala dhaba madax ahaa looma haysto lagumana xuso haye markii uu cabdi maxamed cumar uu ahaa madaxweyne kaba imowba soomaalida kale wixii uu xero dheere meesha xagga maxayd dhalka kasoo saman jiray tuudhay macintaa loo qabsaa maya sidaas iyo darteed lix iyo labaatankii sannadood ee sayidka uu doobyayay far kasta oy daraawisha qaaday sayid baa ku xusan allaah kugu duwo isagaana wada sheegtay madax meel ka sarreysa oo la salaaxaana ma jiro waxa meesha maraya waa wuxuu sayid ka hooseeya adiga marka su-aashan ku weydiiyey waa ka jawaabi weyday war heladhe sheekh xasan oo xertiisii ilaa iyo maanta waxaa weeyaan ayna dabargu inay sheekh basheekh uu sii bedelo oo sheekh cabdille ka sii dambeeyey oo waxa weeye sayidi ka sii dambeeyey oo taaladiisi maanta qalaafa ay tahay qalaafe baangeel ku soo dhacay cidna kaa yeeli mayso haddii ay dhici lahaydna waxaa lagu weydiin lahaa adiga ma majnuun baa tahay qof aad soo dhacday addoon buuba noqonayaa sidee addoon kuu gumaystay adiga marka mareer bil caqli aa tahay nin aabihii aad waxyeelaysa sidee kugu taliyeysoo ku dhammayn maayaba oo qaaradda kaa tirtiri maay kaa masuuxi maay ma waalantahay adiga haddaba inaad waxaasi ma jiraane sayid qacdii horena waa islaysan qacdii dambena xoogu kuu qabsaday ararsame dalkiisii ka carar door ahaan jiray ee deexdii mugaaneed ka baqe doorweynuhu iyo duuflaale goortaan colaad ula daajiray duljoogii badnaabaa eriyey iyo dooyadii faras dida oo fakada waa waxay diru lahaayeen kala dida fininkii sidii dereeya cawn durdurkiiyo dareentii ma gala deebluhu dhaqay daaraan ka simay ceelashii darada weynaa derbi inaan ka ridi haa derbi baan ka riday faranjigii doorad u dhigay dabcigayga uun baan aqaan duunka uu yahaye sidee dawlo mudaha waxaan dibadda meeraaba waa markuu xagga iyo galbeedka jirin tuna idiin imanin haa dabaqaan la helay gaalo waan damacsanaa uune dabooliga ma saarayn aan degayo ceelgaab dabooliga ma saarayn waligiima waxaa budubadaadhaan inaan degayo ceelgaab waxaan degayay marka wacaya ma adigu ku sheeganaya maya inaad waxbaa kaa khaldane ama wixii baa isdiidsinaysaane war meesha qoo war maxaa jiradi afartan iyo kow ah haa marka inaad feri saasaa lagaa waxaa lagaa rabaa qof dhulbahanto oo daraawiisha oo annaga waxna yidhi sayid baa wax ku yidhi anagu mucaarad baa lan guraasiyeel jeec baa meenaya oo sayidka diidane haddana qasab buu ku haystay meela lagama celin karin haa marka waxaan kaa rabnaa cid annaga wax la yeeshay oo magac darwiish ku hadlaysa dhulbahantaa